معاكم هدى صلاح. احنا حاليا مهرجان الخليج السينمائي، قاعدين ننتظر عرض اول فيلم لي كتابته واخراج جمال سالم، اسمه حب ملكي. ان شاء الله بيكون عرضه بعد شوي. الفيلم هو عبارة عن قصة رومانسية فيها الدراما وفيها قصة اجتماعية. العمل إماراتي بحت بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الإماراتيين مثل الدكتور حبيب غلوم، علاء شاكر، منصور الفيلي، عبد الله زيد، وجمعة علي. طبعا السنة هذه عندي ثلاث أعمال تقريبا، اللي هي محال مع المخرج سلطان خسرو، وعطر الجنة مع سعد الهواري، ويا مالي كان قلبي مع المخرج عارف الطويل. أتمنى أنكم تتابعوني من خلال مجلة صور الكويت. شكراً.